يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما قبل فاليوم هو اول ايام شهر رجب وهو شهر حرام والاشهر الحرم كما قال الله جل وعلا ان عده شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم بارتكابكم ما حرم الله سبحانه وتعالى وبفعلكم المناهي التي نهى الله عز وجل عنها. فالمحرمات والمعاصي وما نهى الله عز وجل عنه محرمة طوال العام، لكنه يتأكد تحريمها في هذه الأشهر. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ورجب هي مقدمة لمجيء رمضان. والله أسأل أن يبلغنا وإياكم رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا. وما إن يأتي شهر رجب إلا ويأتي بعده شعبان ثم يليه بإذن الله جل وعلا شهر رمضان، الشهر الذي خصه الله عز وجل بإنزال القرآن. فقال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والاستعداد لشهر الصيام ولشهر القيام يبدأ من هذه الأشهر، وهذا حال الموفقين وحال الأكياس، أنهم يعني يبدأون الاستعداد لهذا الشهر من شهر رجب، فيبادرون إلى الأعمال الصالحات، ويبادرون كذلك إلى الجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل وتلاوة القرآن والمحافظة على الفرائض والنوافل استعدادا لقدوم شهر الصيام. ولا ينتظر العبد قدوم شهر الصيام حتى يبدأ، فقد يفوت منه معظم الشهر وقد لا يبدأ، يعني وقد لا يوفق إلى بداية سليمة. ويعني سلامة البدايات وقوة البدايات تقود بإذن الله جل وعلا إلى كمال النهايات، يعني رغم أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، إلا أن قوة البدايات وسلامتها تقود بإذن الله جل وعلا إلى كمال النهايات. فاستعينوا بالله جل وعلا، يعني وصلوا الله من فضله أن يبلغنا وإياكم شهر الصيام. وليس هناك سنة يعني في الشريعة تخص شهر رجب. كثير من الناس قد يعتقد بأن هناك صياما لشهر رجب. لا، ليس هناك أدلة في الشريعة تدل على تخصيص شهر رجب بصيام أو نحو ذلك. وشهر رجب هو شهر حرام، شأنه شأن بقية الأشهر الحرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وهي محرم، ورجب الذي هو رجب مضر بين شعبان والذي يسبق شهر شعبان. وعمر رضي الله عنه كان يضرب المترجبين الذين يخصونه بشيء من الصيام أو نحو ذلك. فليس هناك صيام، والسنة وردت بالصيام شهر شعبان. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت عنه في الصحيح كان من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصوم شعبان كله،
وكان أكثر ما يصوم في شعبان. فالسنة هي صيام شهر شعبان. بعض الناس يعني يصوم ثلاثة أشهر، رجب وشعبان ورمضان. لا، خلي يصوم شعبان ثم يصوم رمضان، يعني يجتهد في صيام شعبان، ثم بعد ذلك بإذن الله جل وعلا تأتي الفريضة وهي شهر الصيام، حتى لا يبدأ من الآن فيضعف عن أداء الفريضة، أو يضعف عن أداء أو يضعف عن أداء السنة وهي صيام شهر شعبان. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة وناله الحر في طريقه. باب استحباب الإبراد بالظهر. والإبراد بالظهر هو الدخول أو تأخير وقت الظهر إلى البرد، والبرد اللي هو يعني لطف الجو وانكسار ثورة الحر، ثورة الحر. فكما ستأتي الأدلة بأن جاءت الأدلة بأنه إذا اشتد الحر فيؤخر المسلمون صلاة الظهر، يعني ليس إلى العصر ولكن إلى حتى تنكسر ثورة الحر وتنكسر شدة الحر، وهذا هو معنى الإبراد. لذا قال: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر. في شدة الحر، لأن الأصل بأن الصلوات تؤدى في موعدها، فكان الإبراد بالظهر يعني رخص عند شدة الحر. لكن إذا كان الحر لم يكن هناك شدة ولم يكن الحر شديدا ولا نحو ذلك، فالأصل بأن الصلاة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، أي عند أول وقتها. لمن يمضي إلى جماعة وناله الحر في طريقه، يعني هذا الاستحباب الإبراد بالظهر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في بسبب الطريق الذي يمشي فيه، فيناله الحر في طريقه. ففي هذه الحالة فشيعت وجاءت بالإبراد بالظهر، والإبراد يعني أي تأخير وقت الظهر، ليس حتى يخرج وقتها، وإنما حتى تنكسر يعني شدة الحر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. نعم، هنا فأبردوا عن الصلاة، الألف واللام هنا هي الصلاة، الصلاة المعهودة، الألف واللام المعهودة، أي وهي صلاة الظهر، يعني هي التي تكون في شدة الحر. نعم، ليس الألف واللام هنا هي، ليست الألف واللام هي الألف واللام الجنسية، لا يعني عموم الصلاة، لكن هنا الألف واللام هي العهدية التي تعني الصلاة المعهودة عند شدة الحر، عند شدة الحر وهي صلاة الظهر. إذا اشتد الحر، إذا الحكم هنا يرتبط بماذا؟ بشدة الحر، وإلا فالأصل كما ذكرت لكم أن تؤدى الصلوات في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصلاة في أول وقت فضيلة. فإن شدة الحر من فيح جهنم، نعم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، صلى الله عليه وسلم والعافية، يعني من فيح الفيح، يعني هو فيح الشيء، يعني سطوع هذا الشيء ويعني وفورانه، نعم، ويعني قال: فالعلة في الإبراد عن الصلاة، أي عن صلاة الظهر، نعم، فأبردوا إذا شد الحر فأبردوا عن الصلاة، العلة في ذلك فإنه شدة الحر من فيح جهنم، والعياذ بالله. نعم، من فيح جهنم يعني من فوران جهنم ومن انتشار حرها، فحينئذ يبرد المسلمون ويعني عن صلاة الظهر. ولذلك يعني جماهير أهل العلم يرون أنه عند شدة الحر بسبب لهذه الأدلة، فإنه يبرد، فأبردوا عن الصلاة، أي عن صلاة الظهر. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال عليه الصلاة والسلام: أبرد يعني أخر الصلاة، نعم، أو قال: انتظر
وقال عليه الصلاة والسلام: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. حتى رأينا فيء التلول، الفيء بمعنى الظل، والتلول جمع تل، والتل هو الأماكن المنخفضة، مجتمع من الـ من الـ من الرمال او من التراب او نحو ذلك، لا تكون لا علوا كبيرا انما تكون يعني لا علو منخفض. طبعا المعلوم ان الشمس عند الظهر تكون متعامدة في السماء، فاذا زالت عن كامل السماء فهذا اول وقت، يعني زالت عن وسط السماء اول لما تزول فهذا اول وقت الظهر، واول وقت الظهر لما تكون الشمس متعامدة يبقى لا كل الشيء ايه، لا كل الشيء ظل، الشمس عمودية، فحين تزول الشمس معنى كلما زالت الشمس يبقى ايه تبدأ ايه تبدأ الظلال. ومعنى هذا اذا حتى رأينا فيئة التلول، اذا فيئة التلول فمعنى هذا ان النبي يعني رأينا ظل التلول لجمع تل كما ذكرنا، هذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم اخر ايه اخر الظهر، نعم، حتى دخل وقت البرد وانكسرت شدته الحرب. والإمام البخاري بوب على هذا الحديث فقال: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث يعني الثالث في الباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها، فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. صلى الله عليه وسلم والعافية. اشتكت النار إلى ربها. طيب، وهذا يدل على أن النار يعني موجودة الآن، خلافا لمقالة المعتزلة التي تنفي وجود الجنة والنار الآن، ومذهب أهل السنة والجماعة قاطبة وجود الجنة والنار، والأدلة تدل على ذلك من هذا الحديث، نعم، ومنها الحديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دخل الجنة، نعم، ورأى فيها قصرا لعمر، ورأى عنده امرأة تتوضأ، نعم، يعني وأدلة القرآن كذلك، يعني نعم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم، إذن فهذه الأدلة كلها قاضية بوجود الجنة والنار. نعم، والشهداء كذلك، أرواح الشهداء كما ثبت في صحيح مسلم وغيره، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، نعم، تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن تبارك وتعالى، وعرش الرحمن هو سقف الفردوس، عرش الرحمن هو سقف الفردوس، فردوس أعلى الجنة، أوسط الجنة وأعلى. إذن هذه الأدلة كلها تدل على وجود الجنة والنار. ويعني خلافا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة يا قاطبة، اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا من قوتها ومن شدتها، كما وسمها الله جل وعلا، قال فقال جل وعلا: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير. فأذن لها بنفسين يعني تنفس عن نفسها، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وهذا هو نفس يعني تنفيس يعني سطوع ما فيها من الحر في الصيف، أشد الحر في الصيف من فيح الجنة، فهذا هو من نفس الصيف.
وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي من شدة البرد. ومعنى هذا بأن أهل النار لا يعذبون فقط بالإحراق في النار، كذلك يعذبون يعني بالزمهرير، وهو شدة البرد كذلك التي تكسر العظام وتفتت العظام والعياذ بالله. نعم، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فهم يعذبون بأنواع وألوان من العذاب، فالعذاب ألوان في جهنم والعياذ بالله. صلى الله لنا ولكم السلام والعافية. إذن هذه الأحاديث يعني تدل طبعا هذا الحديث، فهذه لنا بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء ونفس في الصيف، وجدوا ما يجدون من الحر. لذلك كما بين في الحديث الآخر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فلذلك يعني جاءت الشريعة باستحباب الإبراد في الظهر عند شدة الحر. طبعا هذا لمن يصلي في جماعة، ولمن يمشي في طريقه فيصيبه الحر. طب الآن الأمور الآن اختلفت. مساجد الآن فيها هي مبردات هواء، والحمد لله المساجد يعني لم تكن كحال المساجد هي سالفة، فلا يحتاج الناس الآن إلى ذلك بفضل الله. المساجد كلها غالب المساجد بفضل الله، حتى المساجد الصغيرة صار فيها بفضل الله جل وعلا مبردات هواء، وهذا من تيسير الله عز وجل ومن فضل الله عز وجل على عباده. فيبقى يبقى الاستحباب والإتيان بالصلاة في وقت الظهر، لكن من كان في متعرضا يعني لذلك فالأدلة تدل، فجاءت الشريعة بالتخفيف وفيها الإبراد بصلاة الظهر، وهذا الإبراد فقط يخص صلاة الظهر ولا يخص صلاة غيرها. لذا بوب المؤلف قال باب الاستحباب باستحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر. وطبعا مسألة الاستحباب والوجوب والكراهة والتحريم ونحو ذلك، هذه كلها أحكام هذه كلها أحكام شرعية، وطالما أنها أحكام شرعية يبقى لابد لها من أدلة. يعني الاستحباب لا يثبت بقول أحد من علماء كائنا من كان، الاستحباب أو الكراهة أو الوجوب أو التحريم لابد له من أدلة شرعية تدل عليه، لأن الأحكام الشرعية لابد لها من أدلة. باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، هذا الذي ذكرته لكم. باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، يعني إذا مسألة الإبراد بالظهر عند شدة الحر، لكن في غير الإبراد في غير شدة الحر يبقى يستحب تقديم الصلاة الظهر في موعده. نعم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. طيب، هل هناك تعارض بين هذا وذاك؟ لا، شدة الحر هنا خلاف شدة الحر الأولى. إذا اشتد الحر فبيدعو عن الصلاة، هذا معناه حر حر شديد، وبدلالة الحديث الآخر فأذن لها بنفسين، فأشد ما تجدون نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. إذن هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نصلي في شدة الحر، معناه أن الحر لم يكن شديدا، الذي لأنه لو كان شديدا يبقى لابد من يبقى فيه، فالشريعة جاءت باستحباب الإبراد بالظهر. نعم، حتى إن يعني طبعا السجود، فإذا استطاع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض، وهذا يدل على أن على وجوب تمكين الوجه من الأرض، لأنه يعني كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسجود على سبعة أعظم، الوجه يعني وأشار بيده إلى أنفه، نعم، واليدين والركبتين والقدمين، نعم، فهذه سبعة أعظم السجود لا يصح السجود إلا بها. فلذلك هذا يدل على وجوب تمكين الوجه من الأرض، أن فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. نعم، وهذه أيضا يعني فيها دليل على أنه إذا لم يستطع المصلي أن يضع جبهته على الأرض، إذا أصل وضوع الجبهة على الأرض.
لكن إذا انسطع فأنه بسط ثوبه فسجد عليه، هذا يدل على جواز الصلاة على وجود إيه؟ في وجود البسط. بسط جمع بسط، وهي يعني السجاد ويعني ونحو ذلك التي تحول بين يعني المصلي وبين معالجة شدة الأرض وصلابة الأرض، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. والآن الحمد لله المساجد فضل الله كلها فضل الله مفروشة بذلك. الحديث هنا يدل على جواز مثل ذلك، قال فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد، لكن اتفقنا على أنه لابد من تمكين الوجه من الأرض. ولذلك الإنسان حين يعني لا يجوز له السجود لا على الوسادة، نعم، ولا على شيء مرتفع عن الأرض، لأن الأصل السجود يكون على الأرض. طب إذا لم يستطع أن يسجد على الأرض يبقى لا يسجد على وسادة. يعني هب أن واحد مثلا عنده تعب في ركبتيه ولا يستطيع أن يسجد على الأرض، هل يضع وسادة ويسجد عليها، ولا هو الآن معذور في ترك السجود أو معذور في ترك السجود؟ لأن السجود لابد له من تمكين أعضاء السجود من الأرض، من مباشرة أعضاء السجود الأرض. وليس معنى مباشرة أن لابد يكون من تعريض أعضاء السجود، لا، لو كان يلبس قفازة يبقى لا حرج عليه في ذلك، كان يلبس قلنسوة بسيطة لا حرج عليه في ذلك، وإلا فهذه البسط كذلك. فعامة العلم على جواز السجود على هذه البسط. إذن ليس ثمة تعارض بين هذا وبين ذاك، نعم، بين مسألة الإبراد بالظهر، فالإبراد بالظهر يعني تأخير الظهر يكون عند شدة الحر، أما إذا لم يكن الحر شديدا فالأدلة دلت على استحباب إيه؟ كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في شدة الحر، يعني في أول وقت الظهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر كما ثبت عنه أيضا إذا زالت الشمس، يعني في أول وقته. باب استحباب، طبعا الإمام البخاري بوب على هذا الحديث فقال باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود ما تحتاج إلى ذلك. باب استحباب التبكير بالعصر. التبكير بالعصر يعني الصلاة، يعني أداء صلاة العصر في أول وقتها، ومر علينا في وذكرنا بأن أول وقت صلاة العصر وهو نهاية وقت صلاة الظهر هو مصير ظل الشيء مثل، نعم، مصير ظل الشيء، هذا أول وقت صلاة العصر، ويستمر هذا الوقت إلى اصفرار الشمس أم إلى غروب الشمس. وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الجواز إلى غروب الشمس، ما تحتاج إلى ذلك. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، والشمس مرتفعة حية يعني في أول وقت صلاة إيه؟ في أول وقت صلاة العصر. فيذهب الذاهب إلى العوالي، والعوالي يعني موضع في المدينة جمع عالية، نعم، هو موضع من مواضع يعني في المدينة في آخر المدينة. فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. يعني معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر فيصليها في أول وقتها، حتى المصلي معه يذهب الذاهب إلى العوالي، نعم، والشمس إيه؟ والشمس مرتفعة، يعني مرتفعة يعني ما زالت الشمس إيه؟ قوية. يعني هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر في وقتها، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال. على أربعة أميال يعني مسافة ما يعني في ذاك التوقيت مثل هذا. طبعا الآن مثل هذه بما يسر الله جل وعلا من وسائل المواصلات والسيارات ونحو ذلك، لكن هذا لم يكن هذا موجودا في السابق. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر،
عن هذا ابن ايه؟ ان عمر بن العزيز رحمه الله تعالى اخر ايه؟ اخر في صلاه الظهر. يعني قال فصلينا ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدنا يصلي العصر. فقلت يا عمي ما هذه الصلاه التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. إذن إن عمر بن عز لما أخر صلاة الظهر، فلما خرجوا منه ذهبوا إلى أنس بن مالك فوجدوا يصلي العصر، فسألوا ما هذه الصلاة؟ فقال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر في أول وقتها. ولذلك الإمام البخاري بوب على هذا الحديث فقال باب وقت العصر. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا، الجزور اللي هو يعني الإبل، نعم، فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما ناضجا قبل أن تغرب الشمس. يعني يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر وننحر الجزور نعم، بياخذ له مثلا بتاع ممكن نصف ساعه او نحو ذلك. طيب وتقسيم اللحم ووضع اللحم ونضج اللحم فناكل لحما ناضجا، بمعنى ايه؟ معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان متسع مثلا ساعتين او اكثر من ذلك، فناكل لحما ناضجا قبل ان تغرب الشمس. اذا الشاهد من حديث كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بأداء صلاة العصر في أول وقتها. نعم. فتقسم عشر قسم فنأكل لحما ناضجا قبل أن تغرب الشمس. حديث فيه دلالة على جواز إيه؟ على جواز الشركة. ذلك الإمام البخاري يعني مع أن هذا الحديث أصلا أساسا في مواقيت الصلوات، لكن الإمام البخاري أيضا الإمام البخاري أورده في كتاب الشركة. يدل على ايه؟ على جواز الشركة في الطعام. نعم. انا قال فتقسم عشر قسم يبقى كل ايه؟ كل مجموعة من الناس مشتركة في ايه؟ في قسم من ذلك. فلذلك استدل الامام البخاري على ذلك بجواز الشركة في الطعام. طبعا احنا يعني ذكرت لكم يعني امسي ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس. ويعني اجماع اهل العلم على ان من ادرك ركعه من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. طيب هل يتعارض هذا مع الحديث المواقيت الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى العصر، أي قال يعني وصلاة العصر ووقت العصر وقت ما لم تصفر الشمس؟ هذا وقت الاختيار، لكن هل معنى هذا أن لو اصفرت الشمس خرج وقت العصر؟ لا، بدلالة الحديث الثاني من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. ولذلك إجماع أهل يعني إجماع حاصل على أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الخلاف في صلاة الفجر، والجمهور على أن أيضا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح حتى لو صلى ركعة ثانية بعد طلوع الشمس. فجماهير الأئمة على ذلك، مالك والشافعي وأحمد، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى بأن لو أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ثم صلى ركعة بعد خروج الوقت فيرى بأن الصلاة باطلة. نعم. وقول الجمهور هو الصحيح لهذا الحديث، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. باب التغليظ يعني التغليظ يعني النهي الشديد في تفويت صلاة العصر. يعني طبعا هذا في حق العامد، وإلا فالنائم أو الناسي معذور. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط،
فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري. إذن هذا الباب في حق من؟ في حق العامد المتعمد الذي تعمد تفويت صلاة العصر حتى خرج وقته. السلام والعافية. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. كأنما وتر أهله وماله يعني وتر الرجل إذا يعني قتل له قتيل أو إذا ذهب بماله. نعم. فأصبح وحيدا لا أهل له ولا يعني ولا مال. أي أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يشبه هنا العامد الذي تعمد مصيبة الذي تعمد تفويت صلاة العصر مصيبته وحسرته في الآخرة كحسرة رجل وتر أهله وماله ورجع لم يجد لا أكل له لا زوجة ولا ولد ولا يجد له مال. وهذا يدل عليه على 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 شدة إثم وعقوبة من تعمد تفويت صلاة العصر. وصلاة العصر طبعا هي صلاة هي وقت انشغال الناس بحوائجهم ومعايشهم. نعم. فلذلك جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. نعم. كما جاءت بالحض على ذلك من صلى البردين دخل الجنة. البردين صلاة العصر وصلاة الفجر. لأن سمي صلاة العصر لأنها دخلت في البرد في بعيد عن شدة الحر. الإمام البخاري بوب على هذا الحديث فقال باب إثم من فاتته العصر. طبعا هذا في حق من؟ في حق المتعمد. وإلا فالناس معذورون في ذلك. باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. طبعا الصلاة الوسطى جاء ذكرها في كتاب الله جل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب حافظوا على الصلوات يشمل الصلوات كلها ولا لا؟ يشمل الصلاة كلها. طيب والصلاة الوسطى؟ الصلاة الوسطى هذا من ذكر الخاص بعد. لماذا؟ لأهمية الخاص. كقول الله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طب وجبريل وميكال داخلين فيه لكن خصوص جبريل وميكال لهم خصوصية. فلذلك لا سيما معنى الآية لا سيما من عادى جبريل وميكال فعدوتهم هنا شديدة وتدل على كفر من عداهم. من عاد الملائكة عموما لكن في خصوص ليه وجبريل وميكال. يبقى إذن ذكر الخاص بعد العام للدلالة على إيه؟ على أهمية الخاص وشرف الخاص. فقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يبقى هذا في تخصيص للصلاة الوسطى بالشرف. حافظوا على الصلوات عموما لكن لا سيما الصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى نعم هنا يعني لذا قال المؤلف باب دليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهذا هو الصحيح. طبعا في أقوال كثيرة ومختلف فيها. نعم. منهم من يقول الظهر والعصر ومنهم من يقول يعني المغرب ومنهم من يقول أقوال كثيرة. لكن القاعدة إذا جاءنا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا معدل عنه إلى غيره. لأن الله جل وعلا أعطى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وظيفة البيان وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. حديث علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب في غزوة الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وهذا في جواز الدعاء على المشركين.
في جواز الدعاء على المشركين سواء بهذا أو بغيره. نعم. وثبتت أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين، دعا على رعل وزكوان ويعصية الذين قتلوا القراء، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يقنط عليهم في صلواته. نعم. فقال في يوم الأحزاب، قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، هذا في دليل، الدليل على ماذا؟ عن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس. طبعا هذا يعني قبل أن تشرع صلاة الخوف. وإلا فهناك يعني لما نزل تشريع يعني صلاة الخوف، نعم، فهناك أحوال في هذا الخوف. نعم. حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى، قوموا لليل قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة، فإذا أمنتم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. استغفر الله. نعم. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما شغلوه عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، هذا قبل تشريع صلاة الخوف، وإلا فبعد تشريع صلاة الخوف فلا يجوز ترك الصلاة، وعلى حسب شدة الخوف. نعم. نعم. فخفتم فرجالا أو ركبانا، يعني حافظوا على الصلاة حتى لو كنت يعني تلاحق العدو سيرا على الأقدام أو مشى متجهين إلى القبلة أو غير متجهين إلى القبلة، يصلي على إيه؟ يصلي على حاله. لكن هذا فيه دليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. شغلونا ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الإمام البخاري بوب على هذا الحديث في كتاب الجهاد، قال: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم كذلك يوم الأحزاب، فقال: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزل، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش. قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. يعني ما صلى العصر حتى غربت، حتى يعني ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسليا له: والله ما صليتها. من شدة القتال، ما هو الخندق محفور، الخندق والمشركون يعني يقفون عند الخندق، والخندق يعني حفر لماذا؟ حتى يمنع المشركين من الهجوم عليهم، فكان لا يمكن ابدا ترك الخندق والانصراف، والا فيجوز المشركون من ايه؟ من الخندق. فكان لينزل الخندق يرموا بالنبال، ومن وصل لهم قتلوا حتى يردوهم عن ذلك. اذا كان المساله فيها ايه؟ فيها التحام، وفيها مبارزه، وفيها شده، وفيها انشغال. نعم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: والله ما صليتها. فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاه، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس. غربت الشمس يعني بعدما خرج يعني يا وقتها، ثم صلى بعدها المغرب. إذن هذه الأحاديث فيها دلالة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وفيه دلالة كذلك، طبعا هذه الأحاديث كما ذكرنا قبل تشريع صلاة الخوف. طيب. وفيه دلالة كذلك على أن الفوائد حين تقضى فإنه يجب أداؤها مرتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه صلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. إذن أداء الفوائد مرتبة فرض. فالفوائد يعني لو أن رجلا نام، طبعا هذا كان عذرا للنبي صلى الله عليه وسلم وعذرا للصحابة، وكذلك المعذور لو أن رجلا نام أو كان مريضا مثلا أو نحو ذلك، ففاته أكثر من صلاة، فيؤديها إيه؟ يؤديها مرتبة، يصلي أولا مثلا العصر، ثم يصلي بعدها يصلي الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا. وفيه دلالة كذلك على جواز يعني الصلاة جماعة حين أداء الفوائد، يعني فيه دلالة على
على مشروعية صلاة الجماعة في قضاء الفوائد، لأن الصلاة هنا صلاة قضاء، قضاء الفوائد من صلى بالناس الجماعة بعد ذهاب الوقت. لذلك الإمام البخاري بوب على هذا الحديث فقال: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.